يعني قد بسكتش انتم تستوردون بالسنه؟ بحدود 300 الى 400 مليون دولار بالسنه. بالسنه يكلفنا بالعراق نصف هذا المبلغ، يعني الكلفه كانت ب 4000 دولار، العقد ويا وزاره الصناعه كان ب 2000 دولار. واني سالت مدير معمل الاحبار اللي ربما يشاهدنا الان ويتذكر، سالته بوقتها قلت له ايش قد يكلفك؟ قال خاف تريد تنزلنا بعد. قلت له لا والله ما نزلك، انا بس اريد اعرف انا ايش قد سويت عمل خير بالعراق. قال لي والله استاذ يكلفنا 1100 دولار. قلت له مبروك عليك. هذا اللي تابع الى وزاره الصناعه. اللي تابع. قلت له مبروك عليك وتستاهلون. قال احنا نريد الفرق حتى ناخذ حوافز، لان صار لنا كذا سنه، لان والله يستاهلون. ما ينتجون ما ينطوا حوافز، ينطوا بس راتب يعتبروه مساعده. فمن يقوم ينتج يصير ياخذ حوافز، الحوافز شلون محسوبه؟ على ارباح. فقال حتى حوافز. قلت له تستاهلون خلاص ما ناقشك. 2000 احنا بالنسبه لنا حققنا نصف الكلفه على الوزاره، فما نريد بعد اكثر. من اللي كان متضرر؟ التجار المستوردين لهذه الماده. التجار المستوردين لهذه ومن يرعاهم. ومن يرعاهم؟ هذا بوضوح تام، لان شوف اقول لك هي شلون بدات العمليه. انا من جهه الوزاره لقيت شركتين تجيب هاي الماده عرضا، كل ما نريد نطلب تجي لنا عرضا. يا شركه ويا شركه؟ والله ما اتذكر اسمائهم بصراحه من زمان. فبالتعليمات اذا عرضا لازم تعيده مره ثانيه. لا اقل شيء ثلاثه حتى تقدر تحيل. فكل مره شركتين ما نقدر نحيل، نعيدها مره ثانيه، بالمره الثانيه من حقنا نحيل على واحده اذا كانوا اثنين. ليش تعليمات تنفيذ العقود الحكوميه هالشكل؟ فبكت طلبت قلت طيب يسوون ثلاثه اربعه حتى نخلص مره واحده، لان مرات نحتاجها على السريع هاي الماده. فكان نتضايق من يجي لنا بس عرضين. يفرون 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 تطلع بس الشركتين. يا بد تجربوا لازم الشركه تجيب نموذج ناهلها يلا تقدر تقدم. بس الشركتين. اي اذا نجيب ثالثه تجيب نموذج وينفحص ويعني يسوي لها عمليه تاهيل حتى يقدرون يدعوها تصير ثلاثه. كل ما نجيب شركه تفشل، ما معقوله ذولاك قسم. يعني خاف هم يتقصدون يقدمون شركات فاشله. وصلت درجه قلت طيب خلينا نتجه بالتصنيع. تصنيعاني طبعا ايضا يعني تاريخي وتركيبتي وهوايتي بالتصنيع كبيره. كل اصنع احاول اصنع كل شيء من قبل، يعني تربات الحصار تتذكر بالحصار علمنا انه نبحث عن كل شيء. فقلت خلينا نروح على التصنيع. فكنت ابحث عن وسيله واشتغلنا ويا جامعه التكنولوجيه ويا اخرين. طلعنا هذا المهندس على جنب سبق الاخرين، اكو محاولات كانت على التوازي وياه ما نجحت تشتغل ايضا على نفس الماده. هو نجح، قلت خلاص اجى على المرام. طلعت من الوزاره واني مانع الاستيراد قرار. فصارت يعني عمليه كبيره. طلعت من الوزاره شهرين تمسح بيدي، ورا ما طلعت باسبوع صار قرار جديد ايضا الغاء القرار السابق وفتح الاستيراد. انا بس اريد الى كل الذين اتصلوا وما زالوا وحتى المترددين وشهد شاهد من اهلها،